اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني في كايرو دار عشان نكمل مع بعض الباب السادس. عايز اشوف انت سمعت كلامي وفكرت في المسألة اللي عندك دي ولا ما شفتهاش. تعال نحلها ونشوف تفكيرك صح ولا غلط. احسب كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم KOH اللازمة لتحضير 500 ملي من محلول 2 مولر. هنا مديني ايه بقى؟ مديني التركيز اللي هو 2 مول على اللتر، ومديني الحجم وعايز الكتلة. برضه اجيب من الاخر، ايه العلاقة اللي بتربط بين التركيز والكتلة او عدد المولات والحجم باللتر؟ هو القانون بتاع التركيز، التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. يبقى انا علشان اقدر احل مسائل لازم اكتب القانون. لما بتكتب القانون بتمشي على الخطوات صح. تعال نشوف كده، كتلة المول من كي او اتش بكام؟ بعوض عن الكي ب 39 زائد الاو ب 16 زائد الاتش بواحد يطلع ب 56 جرام، ده المول بتاع الكي او اتش. ماشي. طب والحجم اللي هو مديهولي 500 مللي، فانا بقسم ال 500 على ال 1000 تطلع 5/10. الحجم حولته اللتر والتركيز موجود، يبقى التركيز عندي، التركيز موجود وعندي الحجم حولته انا اللتر موجود، وفاضل اجيب الكتله او عدد المولات. يبقى عدد المولات بيساوي ايه؟ بيساوي التركيز مضروب في الحجم باللتر. طلع بيساوي 1. تعالى اضرب ده كده 2 في 500 على 1000 يطلع بواحد. ده عباره عن واحد ايه؟ واحد مول. لكن هو هنا ما قاليش احسب عدد مولات، ده بيقول لي احسب كتله. قلت لك لما يقول كتله يبقى انا بحول المول الى جرامات. طالما هو طلع واحد مول احنا محولين المول اصلا في الاول الى 56 جرام. تعال نشوف بقى بعض المسائل المهمه اللي بتجي لنا تلم كل الكلام اللي احنا قلناه ده. بص كده، احسب عدد ايونات الكلوريد التي تنتج من اذابه 39 جرام من كلوريد الصوديوم في الماء. هيدوب كلوريد صوديوم في ميه. طب كلوريد الصوديوم ده لما بيدوب بيتقيل. NaCl لما بتدوب بتتقيل لان ايه؟ ايون موجب والسي ال ايون سالب. قلت لك الاول اكتب المعادله. الخطوه الثانيه مفروض اوزن المعادله، هي الحمد لله موزونه. بعد كده بحدد انا هتعامل مع مين. بيقول لي احسب عدد ايونات الكلوريد، يبقى انا عايز ده الكلوريد ده التي تنتج من اذابه 39 جرام من كلوريد الصوديوم، وده NaCl. يبقى انا هعمل علاقه بين ال NaCl وبين ايونات الكلوريد. طب هنا كام مول وهنا كام مول؟ انا شايف ال NaCl مفيش حاجه قدامها، مفيش حاجه قدامها، ده معناها ان هي واحد مول. يبقى واحد مول من ال NaCl بيطلع واحد مول من ايونات الكلوريد. كتبنا المول والمول، واحد مول من ال NaCl بيطلع واحد مول من ايونات الكلوريد. طب المول ده القماشه، عايزين نفصلها، هتفصلها ازاي؟ على حسب المطلوب. بالنسبه لل NaCl هو مديهالي بالجرام، بيقول لي من اذابه 39 جرام، فانا لازم احول المول بتاع ال NaCl لجرامات. فحسبنا المول بتاع ال NaCl، ال Na ب 23 والسي ال ب 35.5، يبقى 58.5. كويس؟ يعني ال 58.5 بيطلعوا 1 مول من الكلوريد اللي هو عدد افوجادرو 6.2 في 10 في 23. طيب ال 39 بقى يطلعوا كام؟ يبقى طرفين في وسطين. طلعت. عايزك وانت بتحل جرب الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي وشوفها، يمكن في بعض الناس ما بتنفعش معاه، لكن عدد كبير قوي من الطلبه بتنفع معاه. فانا عايزك تكتب المعادله صح، توزن المعادله صح، تحدد انت هتتعامل مع مين، احسب عدد ايونات الكلوريد، يبقى انا عايز الكلوريد التي تنتج من اذابه كلوريد الصوديوم، يبقى هم دول اللي انا هتعامل معاهم. اشوف كام مول من هنا وكام مول من هنا، ده على حسب الوزن اللي انت عملته، والمولات دي احركها اشكلها على حسب المطلوب. لو مطلوب
كتلة يبقى حول المول لجرام، لو مطلوب ذرات جزيئات ايونات يبقى حول المول لافوجادرو، لو مطلوب حجم يبقى بحوله ل 22.4. تعالى نشوف مسألة تانية. احسب عدد المولات من الايونات التي تنتج من ذوبان 7.1 جرام من كبريتات الصوديوم. المسألة دي جت قبل كده في الامتحان. فأنا زي ما قلت لك بكتب المعادلة. كبريتات الصوديوم لما بتدوب بتتأين لأن إيه أيون موجب والإس أو 4 أيون سالب. أوزن المعادلة، لأن إيه هنا 2 يبقى أضرب هنا في 2 والإس أو 4 موزون. بعد ما عملت كده أحدد أنا هتعامل مع مين. بيقول لي احسب عدد المولات من الأيونات، يبقى ما حددليش أيونات صوديوم ولا أيونات كبريتات، يبقى الأيونات كلها. التي تنتج من ذوبان 7.1 جرام من كبريتات الصوديوم، يبقى انا هاخد دول وده. يبقى الواحد مول من كبريتات الصوديوم بيطلع 3 مول من الايونات. اهو عملت المول والمول. طب المول ده اعمل فيه ايه والمول ده اعمل فيه ايه؟ هي دي الفكره. بالنسبه لكبريتات الصوديوم مديها لي بالجرام. وبالنسبه للايونات عايزها عدد. عايزها عدد. طيب يبقى ال 142 جرام بتاع كبريتات الصوديوم بتطلع 3 مول من الايونات. طب ال 7.1 تطلع كام هنا؟ المسائل مش صعبه. المسائل بس محتاجه سن التركيز. ولما هتركز فيها هتلاقيها في منتهى السهوله. برضو زي ما قلت لك على موقع كيردال هتلاقي كل اللي انت عايزه. ابعت لنا الكومنتات بتاعتك اللي انت محتاجها واحنا هنرد عليك بسرعة جدا. انا مستني تعليقاتكم وهرجع لك تاني عشان نكمل بقية الباب السادس.